الصحفيين غير النقابيين. في مشكله ضخمه جدا ان هم دول اللي بيسموهم ملح الارض، هم دول المنتشرين في الشوارع واللي بينزلوا يغطوا ميدانيا، وهم اللي بيشيلوا شغل المواقع والجرايد طول الوقت. وقربوا من كده، هم ما عندهمش الحق ان هم يخشوا النقابه، وبيتعرضوا لاخطار شديده جدا. احنا في زملاء لينا ماتوا على اعقاب النقابه، زي رضا غنيم، وزي اكتر من حد تاني. والنقابه طول الوقت عندها مشكله ليها علاقه بالقيد. فانا اصلا قانونا ينفع افتح باب الانتساب، ان انا ادخل الناس دي نقابه الصحفيين. مش هيستفيدوا من المميزات الماديه والعينيه، ولكن هيبقوا يمدوا مظله الحمايه النقابيه لاكبر قدر ممكن من الصحفيين الموجودين في المواقع الالكترونيه، واحميهم من فكره الملاحقه القانونيه. اللي هو انا بلاقي صحفيين كتير جدا بيروحوا النيابات، والنيابه بتوجه للناس تهمه انتحال صفه صحفي، على الرغم ان هو في الحقيقه صحفي وبيشتغل وعنده ارشيف، ولكن في ازمه ليها علاقه بالتعيين داخل الجرايد وبالنظر للجنه التدقيق في النقابه.